هذه الثقة، لأنه هو ثقة. الثقة يثق، الثقة يثق. فأسأل الله أن نكون جميعا تحت حسن ظنك وثقتك بنا جميعا إن شاء الله، وأنك مرارا لديك وقلت نحن عائلة، يجب أن نصير إلى وقت ونصل إلى وقت ما في عندنا موظف، عندنا إنسان مسؤول، وإن شاء الله نكون تحت حسن ظنك بما تنظر به بنا إن شاء الله. وعلمنا أن الله يجزيك الخير مولانا كلفت خان الشيخ علي بمتابعة التوقيع في حال غيابك، و يعني الله يجزيك الخير. فهذه الثقة التي عملتها صدق. بكل شيء الدنيا فيها حياة أمور. فيها حياة أمور. والإنسان له وخلص. فنحن إن شاء الله بالأمور الفاصلة على أخونا الدكتور الشيخ علي الله يحفظه. يعني أمور الفاصلة. الحمد لله. ولذلك الأمور ميسرة والحمد لله منضبطة. بشرائين عقلها. لا سمح الله. الله وتعطينا ويتوقد. فهذا من فضل الله عليك أنك يعني سخرت عمرك ووقتك في سبيل الله. أي واحد والله عبد الله عوشي دوم ولا شو اللي ذهبي شو مطبع يعني جدا هذا أي ملاحظة إني حيا الله رحمه رحيم لا يحكي دكتور أحمد خير. بدي أنا بداية أشكر الله تعالى الذي شرفنا بهذا التكليف، وكما تعودنا لا أطيل الكلام إخواننا، إن شاء الله نكون عند حسن ظن سماحة المفتي. آمين. وقد طلبت منه أكثر من مرة أن يكلف غيري وأن أكون عونا له كما أعمت سماحة المفتي طيل هذه الفترة حوالي 24 سنة 25 سنة، وكان لي الشرف بهذه المهمة وهذا التشريف الذي شرفني له به إلى جوار سماحة المفتي الشيخ خليل ميس الذي علمنا وربانا. ممكن أن يربى الإنسان طفلا ولكن هو ربانا كبارا، وإن شاء الله أن نكون عند حسن ظن سماحة المفتي وأن لا نقطع أمرا دونه، وأن نكون على مسيرته التي ربانا عليها في هذه المؤسسة، وأن نحفظ هذه المؤسسة بأرواحنا كما كلفنا ربنا جل جلاله أن نحفظ أمانته. وضعت هذه الأمانة يا سماحة المفتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حملها. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير. كذلك إخواني وأخواتي، كما عودنا سماحة المفتي أن نحمل هذه المؤسسة أسرة سنبقى أسرة، وقال سماحة المفتي اليوم في بداية كلامه الاستمرار. مرة قبل أن نقرر هذا القرار سماحة المفتي ما أدري وما كان له مقدمة ولا كان له سبب، قال لي الاستمرار يحتاج إلى قرار، ثم كان هذا القرار، فإن شاء الله يكون الاستمرار. وقال سماحة المفتي أننا لسنا موظفين، نحن إن شاء الله رسل، وإن شاء الله نحمل رسالة ويشرفنا الله بهذه الرسالة، وإن شاء الله نكون عملا مع بعضنا، وأن يكون العمل في هذه المؤسسة محراب عبادة لنا جميعا عند حسن ظن سماحة المفتي مجتمعنا بنا. نحن رسل المجتمع إلى المؤسسة، وسنكون رسل المؤسسة إلى المجتمع، فأطيعونا فيما أطعنا الله فيكم، وإن شاء الله لن نعصي الله عز وجل من خلالكم، وإن شاء الله تكون هذه المهمة وهذه الأمانة سلما للوصول إلى الله، لا ردا عن الله ولا انحرافا عن الله ولا حاجزا بيننا وبين الله. ونسأل الله أن يعيننا بما كلفنا، والحمد لله رب العالمين. أخذ الله بيدك شيخ.